مرحبا أيها القراء، اليوم سنتحدث عن قصة جديدة من كتاب سلسلة أحاديث ورسمات. موضوع القصة اليوم عن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام حسن الخلق. هناك طفل فقير يقف كل صباح أمام مدرسة الأصدقاء يطلب المساعدة، وفي صباح أحد الأيام صار واحدا من التلاميذ، ولكن كيف؟ مشهد كل صباح، يطلب بإلحاح مالا أو طعاما، ثوبا أو كتابا، دموع في عينيه ودعاء ملء يديه. هناك عقل ثامر يغوص في الأفكار: أي شيء أصنعه أمحو به الآلام؟ ثم مضى سريعا نحو الأصدقاء، أخبرهم سرا ما هو العطاء، فتحولوا جميعا إلى أب معطاء. المال والكتاب بين يدي صديقنا، وحوله الأولاد في قاعة الدروس. هذه هي الأخلاق والدين القويم، الحب والمساعدة لكل يتيم. فلندعو الله دائما أصدقائي ونقول: اللهم ارزقنا حسن الخلق. شكرا لكم على المتابعة، وألقاكم في المرة القادمة إن شاء الله.